بوابة لا تختلف عن كثير من مثيلاتها في موسكو، وقد لا تثير أدنى اهتمام للعابر أمامها إلا لمن علم ما تخبئه وراءها. هذه البوابة هي المدخل لما كان سابقا أكبر وأقوى موقع عسكري سري في عهد الاتحاد السوفيتي لضمان عمليات الاتصالات السلكية واللاسلكية لقيادة الدولة في حال حدوث حرب نووية. بوابات ضخمة تقود إلى أخرى أضخم منها، وزن الواحدة منها حوالي طنين، ومهمتها صد الموجات الذرية إذا حدث انفجار. نحن الآن على عمق 65 مترا تحت سطح الأرض، أي ما يعادل عمارة من 22 طابقا. ممرات ودهاليز ضعيفة الإضاءة وجدران من الإسمنت المسلح يصل سمك الواحد منها إلى 3 أمتار، كلها تشير إلى طبيعة العمل السرية التي كانت تشهدها خلال أوج الحرب الباردة. في هذا المركز الذي اكتمل تشييده عام 1956 ويشغل مساحة 7000 متر مربع، كان يداوم 2500 عسكري وخبير في شؤون الاتصالات، ومجهز بأحدث التقنيات تمكن قيادة الدولة من الاتصال بأي نقطة من العالم من هذه القاعة الكبرى تحديدا. وكان المركز خلال ذروة نشاطه في الستينات مجهزا ليس فقط بالتقنيات الحديثة، بل وبكل شروط الحياة الطبيعية من مأكل ومشرب وهواء ونظافة، بما يضمن عيش 5000 إنسان لمدة سنة كاملة دون أن يضطروا للخروج إلى سطح الأرض. في نهاية عقد الثمانينات، في ظل البريسترويكا التي مهدت لتفكك الاتحاد السوفيتي، ومع تراجع حدة الحرب الباردة وانحصار شبح اندلاع حرب النووية، انتفت الحاجة إلى هذا المركز، فتم إغلاقه قبل أن يباع قبل سنتين في مزاد علني لشركة خاصة حولته إلى مركب سياحي تاريخي أطلق عليه اسم مثير: مركب المقاومة. сохраняя этот объект как памятник истории, как память тем людям, которые стояли у истоков конструкции этого объекта, мы как раз сохраняем его как напоминание и предупреждение, что мы против того, чтобы مركب المقاومة جزء من تاريخ دولة قوية عظمى خسرت الحرب الباردة، فظل هذا المبنى شاهدا على عصر وذكرى لمن تنفعهم الذكرى.